فريق مولودية طهران قل دخل وفنيته الفوز. الهداف نصر الدين بحاري قاد هجوم من وسط الميدان وسجل الهدف الأول في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وفرحة عارمة لأنصار الحمراء. هذه إعادة لهدف بحاري النصر الدين، خطأ كذلك هنا بوسط الميدان من قبل لاعبي نصر حسين داي. سباح يخطف الكرة ويمررها إلى داود بوعبد الله الذي أضاف الهدف الثاني في هذا اللقاء، وبالضبط في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، هدفان مقابل صفر لصالح مولودية وهران. وإعادة للهدف الثاني لداود بو عبد الله في وقت بدل الضائع. اللاعب سيوان من قبل نادي نصر حسين داي يقلص النتيجة.